لا لا ده عصبي قوي، مش عارفه دكتور مؤنس بيقول لي عادي بس انا مش شايفه انه عادي خالص. طيب طيب بس ما تتاخرش. ها سلام. بتكلمي مين؟ ده عصام بيقولك شويه وجاي. الله ما اطولك اروح. حاجتي فين؟ حاجتي تليفوني، محفظتي، كل حاجتي. تعالى هاتي. تعالى يا حبيبي، هو انت مش عايز حاجتك؟ من يوم الحادثه والمفتاح معايا انا، بس حطيت لك كل حاجتك في الدرج ده، ودي تليفوناتك ومحفظتك. ده انت قلبت في حاجتي بقى. لا ابدا والله، محدش كان بيجي هنا غيري، كنت بنضف بنفسي. بص شايله لك ايه. فاكر اليوم ده؟ مصدق الكابوس ده. انت مين يا ست انت؟ مريم، مريم حبيبتك هتفضل جنبك مهما حصل. هادي انت بس اعصابك تعبانه اليومين دول، بس احنا كلنا جنبك. ورحمه رامز لا تصدقني. انت كمان تعرفي رامز؟ الله يرحمه يا هادي. ما انا عشان عارفه انت كنت بتحبه قد ايه فبحلفك برحمته. صحيح الواد اياد قال لك ايه؟ قال لي 5 دقايق ودخل عليكم. بس هو يا سيدي كسر يجي بالعربيه وخلى مريم وسلمى يعدوا عليه عند كيمو. اه لا ما هو سايب عربيته في مصر الجديده. اه قول لي اخبار سلمى ايه؟ ماشي حلو. ماشي ايه يعني؟ هنسمع خبر كده نص اتنين قريب. سلمى عايزه تعيش في كندا، وانا بصراحه ماليش في الحوار ده. اه فطبعا في قعدات وفي هاري وفي خناق، انت فاهم يعني. قول لي انت خدت بالك اياد لازق لمريم صاحبه سلمى ازاي؟ صراحة البت مريم دي دمها قلتش يا ساتر. هو ماليش حاجة. هو ماليش أنا كمان، بس أنا حاسس. يا ده حسيس يا جامد. هم جم هناك أهو. اعملوا حسابكم، هنخلص السهرة ونتعشى سوا ونظبط كل حاجة. في إيه يا رامز؟ إحنا مش اتفقنا نخفف شرب شوية؟ ما نخفف أهو. حاضر حاضر. هخفف خالص. مالو هادي هيبتدي امتى؟ معرفش. خليني كده اكلم هادي اشوف هو فين. يا رامز. ايوه يا ابني انت فين؟ لا ما انا بصراحه كده شكلي مش هاي. منا هنا. طب كويس قوي ان انا ما جيتش. بقول لك ايه، ما تقولهاش نتكلم تاني. سلام سلام. سلام. ممكن. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ما خدتش بالي. اه دي فكرتوا ان سباق اوتوفور لسه ما خلصناش وعندنا متسابق. هو اياد فين؟ انا بقالي كام يوم بحاول اكلمه مش لاقيه. هو فعلا مختفي بقاله مده. رامز قول لي هو اياد مش عايز يكلمني؟ ما اعرفش صدقيني، بس لما اشوفه اخليه يكلمك بعد اذنك، بس عشان ما اسيبهمش لوحدهم. ويا ترى مين اللي بيحضر نفسه دلوقتي علشان يمسك حلبه السباق زي ما قلنا لكم سباقات اوتوفور؟ عايزه منك ايه دي؟ تسال على اياد. اياد
هو اياد مش هيبطل بقى يعرف التشكيل دي؟ احنا مالنا يا مريم؟ مش دعوه. وظهر قدامنا هو المتسابق رقم 5 وهو مروان ابو المكارم. دي شكله ناوي يكسر الدنيا النهارده ولا ايه؟ الحماس مال المكان وكله عاوز يشوف مروان ناوي على ايه؟ سباق ممتع على قد توقعاته. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.